تبارك الله عليك اخي عمر. اليوم نجم النجوم بحال ديما، انتصار على الرشيد البرنوصي، واحد انتصار كبير اللي فرح الجمهور وفرح اللاعبين، وجا الانتصار في كنظن في الدقيقه 92. كيفاش شفتي هذا الانتصار وكيفاش شفتي النتيجه يا عمر؟ صراحه الانتصار كان في محل، كنا محتاجين لهذا الانتصار بواحد، ما نقدرش نوصف لك شحال كنا محتاجين لهذا الانتصار. الحمد لله كانوا بعض التشويشات على الفريق، اليوم ان شاء الله يا ربي غيتمسح كل شيء والفريق غيمشي في انتصار كبير. السي عمر انا كيتصلوا بيا دابا من تاونات ومن سيدي قاسم كيسولوا على النتيجه وما كرهوش يشوفوا داك الشيء بالمباشر. كيفاش كتشوف المستقبل ديال الفريق السي عمر؟ صراحه المستقبل ديالنا ديال الشباب العراج مستقبل ظاهر بزاف، كاين دراري صغار طالعين وكاين الدراري اللي كيلعبوا دابا عندهم تجربه. حنا الحمد لله رجعنا من فرق كبارين باش نعطيو التجربه لهاد الدراري الصغار باش نكونوا مع مدينتنا، حيت احسن حاجه هي تلعب المدينه تكون هاد الجمهور هذاك. شنو كان ناقص الفريق؟ سي عمر شنو كان ناقص الفريق حتى اليوم بان وانتصر بعد تعادلات كثيره في الميدان؟ اللي كان ناقص الفريق هو الحظ. الحظ. الحظ بصفه اولى. مرتبة أولى، وكنا مازال الخدمة كانت باقا، مازال ما بانت ديال رضا المختاري اللي خدام معانا بجدية، لولا بعض المشوشين اللي كنا نقلعوا قبل الدورة. واش ما كتشوفش أن الإضافة ديال اللاعب حمزة عطات واحد الدعم كبير للفريق؟ نعم، حمزة الشايب لاعب كبير، كلشي كيعرفوا، لعب فرق كبار في المغرب وأنا كنعرفوا قبل ما يجي هنا للعريش، وأنا ساهمت في أنه يجي هنا للعريش أنا وعمر الجراري ومحمد الفحراوي، حيت كنعرفوه قربة مع ستاد ماروكا مع الدوزيام سوري مع بزاف ديال الفرق الكبار. اخر سؤال اخي عمر، المدرب قبل ما يتطرد ديال شباب العرائش المختاري كان طالع له الدم من الحكم، كيفاش شفتي انت التحكيم؟ حيت التحكيم اليوم كان ممتاز. نعم. ما نقولوش ممتاز ولكن شويه متذبذب مقارنه مع التحكيم ديال المباريات اللي فاتوا، كان التحكيم ضمن بزاف وقهرنا وعلى هذا الشيء لا في وجده ولا في تورقه. وجده وتورقه وهنايا ضروري معناتها كان التحكيم شويه ولا شويه. شكرا سي عمر.